هذا أول أزمة، أول أزمة بأن حرب 67 وهجرة الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الكويت. طيب هذا الأزمة. شلون صار أزمة؟ شلون صارت أزمة؟ أزمة لأن وضعوا ضغط على الخدمات العامة، طرق، مدارس، لأن عدد الفلسطينيين كان وايد. أي وايد كثير، فتح المدارس بالليل وضغط على الخدمات. ذاك الساعة الكويت يعني مو هالكثر، عشان هذا الكويت صغيرة، وهذا فهذا ضغط على هذا. هذا أزمة مالية صارت. شلون صارت الأزمة؟ اشرح لي اياها. شلون صارت أزمة مالية؟ أزمة مالية؟ شلون؟ لأن انت شلون اذا تفتح 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 مدارس، تفتح بالليل بالنهار، بالصحة، خدمات عامة، مجاري، وهذا كله تبي فلوس. هذا كله فلوس. فلوس وين تدفع؟ من الميزانية اللي كان عندك ذاك الساعة. الميزانية من الميزانية العامة. انت تصور انت هجرة بأعداد كبيرة، واحنا ذاك الساعة بس الكويت أيام الغزو كنا احنا بس الكويت فتحت الباب لهم. إيه هذا نقول، هذا اللي فتح، لانه كان قرار سياسي. ما ادري، انا ما اقدر اتكلم على السياسه الموليه ولا احب السياسه. فالمهم اللي انا اتكلم لك، لا اقصد انه في النهايه دخول الفلسطينيين الى الكويت حسب كلامك ارهق الميزانيه الكويتيه. ارهق الميزانيه. اي نعم، ارهق الميزانيه. انا قلت لك انا المدارس نص الهسمه يفتحون بالليل، الصحه هذا كله مره الهجره. يعني سكان الكويت ذاك الساعة كانوا سكان قليلين، وياهم هالعدد اللي يمثل جزء كبير من هذا. مرة واحدة هذا يبون يسكنون، يبي يعيشون، وين يعيشون، ويسوي لهم هذا. يعني شغلة كانت كان يعني لأن فمرة ثانية، فكان هو قرار سياسي لا تبعات على الاقتصاد. اقتصاد هذا ما يتبقى الميزانية. طيب عم عباس، فاحنا